السلام عليكم تابع قناة ايزيرنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اول حاجة احنا معانا المسابقات اللي قلنا عليها الصبح، المسابقة اليومية بتاعة النهاردة، فيديو نزل الصبح عن المسابقة. هنشوف كده الكومنتات اللي معانا، في كومنت هو اللي ساب عنوان المحفظة بتاعته، فطبعا مش هنختار، احنا هنبعت العنوان دون ال10 روبل بتوعه، هناخد العنوان دون كوبي، هنروح على الباير، هنحط العنوان بتاعه هنا، هنكتب له هنا في الروبل 10 روبل. طبعا كل يوم هيكون فيه مسابقات من دي، هندوس على سند اهو كده، ابعت لي العنوان دون ال10 روبل. اما عن الموقع اللي شرحناه امبارح، فهو الموقع فوسيت كريبتو، يبي النهاردة اثبات سحب ليه، هنعمل فيه سحب مباشر، معنا فيه 100 ساتوشي. طبعا احنا بقينا في الليفل التاسع، هنروح كده، ادي دي صفحة السحب بتاعتنا. طبعا كتبنا الكوين اللي هما 277، وبتكتب الايميل اللي انت مسجل فيه محفظة الفوسيت باي كده، بتحل الكباتشة دي اللي 9 و6 1 بس كده تمام، وبندوس على ويزدرو، جاب لنا يعني بيأكد ان انت هتسحب على الرقم دون والخصومات كده على الرقم ده، اهو كده سحب معانا تمام. هنروح على المحفظة بتاعت نفس البي، طبعا كان اخر حاجة معانا على المحفظة ان هم 0.6 من الدوكوين، هنعمل كده ريفرش ونشوف اتبعت ولا لا، فهو اتبعت 100 ساتوشي من الموقع فوسيت كريبتو. وكده يكون الموقع صادق، هسيب لكم طبعا شرحه اسفل الفيديو، وهسيب لكم كمان رابط التسجيل فيه اسفل الفيديو. ما تنسوش بكره في المسابقات، برضو في مسابقه الفيديو ان شاء الله ننزله بكره عن المسابقات، وياريت تستغلوا الفتره دي في الحاجات دي، وهنعمل كورس لشرح الروبل تستغلوه عشان تبتدوا في مواقع استثمار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.